بحب دائما تكون كل النساء عندها ثقه بنفسها. صراحه انا لما بلشت عمل كل الناس اللي هاي امي هاي جاهله ما رح تقدر اني مثلا تشتغل. أنا دلال دش، مؤسسة مركز زمور دانيسا مريان لتمكين المرأة ورعاية الطفل. فتحت في مركز المركز في بيتي الخاص فيني محل ماني مقيمة أنا وزوجي وأولادي، لأنه ما كان في بيوت فاضي إطلاقا، كان في قصف كتير. بعد فترة يعني من معاناة ومن العمل في قلب البيت، يعني نداوم من الصبح للعصر تقريبا في النشاطات اللي صرنا نشتغل فيها، يعني لقيت كتير صار ضغط علي أنا وبنتي بالبيت، كتير صرنا ننضغط. قلنا بدنا ناخذ مدرسة رغم إنه في قصف، في هيك التسليم إلى الله رح نشتغل في مدرسة. صرنا نشتغل في مدرسة، عطونا مدير المدرسة بالضيعة عطانا المدرسة وصرنا نشتغل فيها. وقت صرنا نشتغل فيها صارت في كتير ناس مبغضين وما بدهم بناتهم يسجلوا، ما بدهم الشباب، ما بدهم إخواتهم يسجلوا، صاروا يمنعونا إنه نحن ندخل على المدرسة. رجعت على بيتي وتابعت في بيتي، ظليت سنتين وثلاث شهور أشتغل في بيتي. هذه بين أربع أصابع وتحطوا عليه الزلانية تقصوا نفسه، يعني إلا وأصلا هذا من شوي. الحمد لله بعد سنتين وثلاث شهور من العذاب والعناء قدرنا الحمد لله نحصل على منحة لمدة عام. هون أخذنا مكان خاص فينا، صار يعني إنه ما من مكان عام، ما أنا مدرسي، ما أنا إنه مثلا نقطة يعني الأهل الضيعة. وسعنا دوراتنا المهنية، صار عندنا دورات تعليمية، صار عندنا دورة الحاسوب، دورة اللغة الإنجليزية، دورة اللغة التركية، محو الأمي. يعني هون قدرنا أنه نحن خلص أنا بقدر أني أشتغل بأكثر من مجال، أنه هو فقط خياطة، نسيج، أشغال يدوية، هاي الدورات المهنية. بحب دائما تكون كل النساء عندها ثقة بنفسها، لأنه أنا شعاري يعني من بداية عملي هي الثقة بالنفس أول مستلزمات الحياة العظيمة. دائما خلي لك ثقة بنفسك وتابعي، وبإذن الله العمل الجيد بإذن الله بينجح إن شاء الله. بس العمل يكون يعني أنت لك ثقة فيه وفي عملك، وإنك رسمي هدفك قدامك.